احنا اذا تذكرون وقلنا الى وصلنا انه هذه حكيناها وقلنا يعني يمكن بيها شويه صعوبه عليكم بس اللي يعرفها بعدها افضل. الان راح نتحول الى sensory symptoms, sensory disturbance اللي هي قد تكون numbness بمعنى decrease sensation, hypoesthesia بمعنى مثل بالعربي بالمصلاوي نقول تنمل إذا وتخدر, أو قد تكون positive symptoms paresthesia. المهم خلينا بالsensory symptoms whether negative أو positive. الآن قبل ما نتعرف عليها لازم نعرف على الأقل الباثوي اللي يحمل الصوت مليح أوازن. أي نعم دكتور واضح. زين قبل ما نبدأ بيها لازم نعرف كيف إحنا نحس بالسنسيشن اللي يصير حولنا. السنسيشن طبعا عن طريق ريسبترز in the skin, الجوينت, other areas اللي يحمل السنسيشن عن طريق يا إما touch و vibration و position sense أو pain و temperature و half of the touch. هذا مع الأسف حتى يتعقد علينا الأمور يحمل بطريقين إلى Central Nervous System اللي هو Post Central Gyrus in the Parietal Cortex, يحمل بطريقين Joint, joint Position Vibration و Touch, نص التاتش يحمل عن طريق الدورسل, هو كله عن طريق الدورسل Column Fibers, دورسل Column العفو دورسل Root بالSpinal Cord. الفايبرز اللي تحمل Position Vibration and Part of the Touch هذه الزرقاء تصعد ipsilateral in the spinal cord, ipsilateral عن طريق fibers تسمى dorsal column fibers, تحمل إلى the spinal cord up 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 تصل the brain stem decussate حتى تنتهي بالcontralateral thalamus. أما الفايبرز اللي تحمل pain touch, pain temperature and part of the touch فإت انتر ذا دورسال روت أو ذا سباينال كورد ديكاسيت رأسا, إت ديكاسيت تو أسيند أب إن ذا سباينال كورد أز وات إز كولد سباينو ثلاميك فايبرز أو سباينو ثلاميك تراكت, وتحمل تحمل تحمل كونترالاترال بالسباينال كورد وتصل إلى أيضا الكونترالاترال ثلمس, ثم من الثلمس إلى البوستسنترال جيرس. أنا ما راح نقلب السلايد, راح شبه نمتحن نفسنا. لو كانت المشكلة in the parietal lobe in the pre-central gyrus إيش راح يصير sensory symptoms؟ راح يصير أكيد كل sensation بالجهة الأخرى من الجسم, face ولا hand ولا arm ولا leg, كلها بالother side راح تكون diminished إذا كان بالpre-central gyrus أو بالثلمس, لأنه كل اللي هون مجتمعة هي مال الother side of the body and the face. الآن لو صار المشكلة بالbrainstem, طبعا البrainstem ما ممكن يتأفكتت كله, النصف الأيمن أو الأيسر, فإذا أصيب النصف هذا راح نشوف أنه position, vibration, part of the touch will be lost. مثلاً هذا right side, إذن بالright arm and leg would be lost, بينما pain and temperature مع right arm, مع right arm and leg يكون spared not affected. إذا كانت المشكلة بالcord نفسه أيضاً, إذا نص الcord affected اليمين ف position vibration affected ipsilateral, ipsilateral right right, بينما pain and temperature مع الجهة اليسرى هو اللي الديكاسيت ويصعد هون, إذا راح المريض هون بالright side ما يحس positional vibration وبالleft side ما يحس pain and temperature لو كان المشكلة في النصف الأيمن من الكورد مثلا. وهكذا إذا لما يعطينا المريض symptoms, sensory symptoms يعني قل الإحساس عنده, لو قل الإحساس عنده هون لو أعطانا face and
arm and leg one side. راح نقول هذا إما hemisphere contralateral أو thalamus contralateral. بالبرين ستيم يكون أي نعم contralateral arm and leg بس ipsilateral this. هذه نتركها صاحبي عليكم. لو المريض ما يحس مثلا من الصره وتحت من النبل وتحت من الزفسترن وتحت هذول الفايبرز مال هذه اللي يصعدون بالكورد سواء ابسي ولا كونترا كما قلنا وهذول ايضا يصعدون ابسي وقسم كونترا اذا لما كله يروح وبالجهتين اذا معناته سباينال كورد بروبلم اذا احنا من السيشن سيمتومز اللي يقول المريض نقدر نعرف مباشرة أنه where is the lesion وكذلك راح نجي بعدين الخامس ربما إذا فقط يحس gloves and stocks gloves and stocks مثل كفوف وجواريب loss of sensation وبايلاترال هذا peripheral nerves أكو مرض اسمه peripheral neuropathy إذا الإحساس بالsensation يروح شوية هون شوية هون شوية هاي إذا هذولي ربما روتس كلها راح نجي عليها بالخامس ولكن هذه كلها مقدمات تعنينا كم مهم الأناتومي وكم مهم السيمتوم اللي يقول المريض مباشرة إحنا نطبع السيمتوم سمعته على الأناتومي ونقول the lesion is where is the lesion بالمكان الفلاني هذه السنسل السيمتوم من السيمتومز الأخرى هذه ما بيها لا صور ولا كذا هذه اللي هي الفيرتيجو أو الألتر بالانس التوازن البالانس إحنا حتى نوازن جسمنا بالسبيس لازم نحتاج إلى input from sensory modalities يعني الفيجن بدون فيجن قد يتلخبط البالانس معنا الفيستيبولار اكو نيرف اسمه فيستيبولو كوكليار فيستيبولار للتوازن الكوكليار للسمع وبروبريوسبتيف فايبرز بروبريوسبشن معناها الفايبرز اللي تحملنا البوزيشن سينس فروم ذا بيريفري انا حتى اتوازن لازم اعرف رجلي الان على الارض ورجلي فوق الارض بسنتيمين ولا بعشر سنتيمات اذا ديفكت بالفيجن أو vestibular أو proprioception قد يعمل لنا altered balance عدم التوازن طبعا عن طريق العضلات عن طريق يعني احنا اذا ردنا نقع على ندير جسمنا لليسار وهكذا اذا العضلات ايضا لها علاقة العضلات controlled مو بس بالموتور العضلات ايضا controlled coordination مع العضلات يصير عن طريق السيريبيلم ايضا والبرين ستيم هو مركز الفيستيبولار سنسيشن كل هاي نحتاجه حتى يصير عندنا جود بالانس اذا the patient may complain of different symptoms depending on location of the lesion for example loss of joint position sense or cerebellar function may result in sensation of unsteadiness عدم التوازن بينما damage to vestibular nuclei or labyrinth أيضا result in illusion of movement تخيل الحركة اللي هي vertigo ولهذا careful history is important زين نجي على هاي النقطة position sense اللي حددنا أنه الآن رجلي على الأرض رجلي فوق الأرض بعشر سنتيمات بخمس سنتيمات بكذا هذه لو راح position sense أقدر بواسطة الفيجن أعرف أن رجلي الآن على الأرض رجلي الآن بعيدة على الأرض بكذا سنتيم حتى من أقف أتوازن أمشي الفيجن قد يعور عن البوزيشن سينس إذا سينس فيجن كان أوف كومبنسيت فور لاك أوف جوينت بوزيشن سينس patients with peripheral neuropathy يعني affection of the position sense أو dorsal column اللي قد تحمل البوزيشن سينس إذا lost will often these patients will often find their problem more the problem is more clear in the dark يعني من يغمض عيونه ينفضح loss of position sense الابنورماليتي
إذن اللي عنده position sense abnormality بالظلام يتيه يقع altered balance ما يقدر يمشي ما يقدر يقف حتى على حاله بينما من يفتح عيونه vision will compensate ويعوض loss of position sense كل هذه بالهستري إذا أخذناها قد نعرف الليجن وير بالضبط زين الفيرتيجو بالذات الحقيقة هو مو ألتر بالانس هو abnormal perception of movement of the environment or self بمعنى أن المريض يحس إحساس غريب بالحركة حركة الانفيرومنت أو هو يتحرك غلط اللي هي عادة حركة دورانية يعني يشعر الدنيا عدور أو هو عيدور والدنيا واقفة ذا موضوع يعني حتى بالنيورولوجي اللي هو تداخلات مع الأذن وبالخامس نعرفه بعدين زين الآن نرجع على سيمتوم أيضا مهمة في النيورولوجي هي disordered speech لخبطة الكلام مع المريض المريض كلامه بلخبط حتى نعرف الكلام اللخبطة مع الكلام إيش مصدرها لماذا where is the lesion لازم نعرف السبيتش كيف ينتج وكيف يفهم حتى نأخذ فكرة السبيتش هو الكلام اللانجويج هي كلام زائدا مو بس إنتاج فهم الكلام أيضا إذن إحنا لما نسمع الكلام auditory cortex اللي بالtemporal lobe اللي نسمع بيها الكلام راح يكون يما بالضبط يما خلفه بالضبط هاي المنطقة هي vernic area اللي هي comprehension of speech نسمع الكلام نسمعه ثم نفهمه للكلام إذا يجب أن يكون قريبة vernic area تستلم وتحلل الكلام تفهم الكلام فيسموها comprehension of speech زين بالtemporal lobe في منطقة اسمها البروك area اللي هي بالfrontal lobe هذه تنتج الكلام إذن راح تكون قريبة جدا من الكرينيال نيرف هون ما قلنا هذا الموتور اريا هذه بري سنترال جارس والإنسان مقلوب صورة الإنسان مقلوبة إذن هاي المنطقة هي منطقة الفيس اللسان الشفايف إذا راح تكون قريبة منه فهذه هي اللي توجه الكرينيال نيرف المسؤولة عن الكلام هايبوغلوسال فيشيال فيغاس لارينكس اللي سبلايد باي ذا فيغاس هي اللي توجهها حتى تنتج الكلام كيف تنتج الكلام عن طريق الكرينيال نيرفز والكرينيال نيرفز هذه تروح إلى المسلس بلبر مسلس معتها بلب يعني الميدولا بلونجاتا بلبر مسلس معتها المسلس which are supplied by the cranial nerves from the medulla oblongata إذا speech problem قد تكون comprehension of speech is abnormal أو production of speech is abnormal هذول إذا بالبرين طبعا بالبرين centers هذول higher centers نسمي الموضوع dysphasia dysphasia أو طبعا إذا سيفير نقول aphasia زين أو قد تكون المشكلة في الإنتاج الأخير للكلام يعني بالcranial nerves اللي يزود عضلات كورتيكو بلبر يعني من الكورتكس إلى الميدولا أوبلونجاتا هذه الفايبرز أيضا يصير بيها ديسارثريا يصير إنتاج الكلام النهائي غلط لو كانت المشكلة نيوكليوس أوف كرينيال نيرف كرينيال نيرف نفسه أو المسلز اللي بالأخير تحرك الشفاه واللسان واللاركس كل هذه نسميها dysarthria يعني articulation of speech is abnormal articulation فسيسمى dysarthria أو إذا سيفير نقول unarthria في نوع آخر راح نطلع بعدين النوع آخر من speech problems راح نحكيه بعد شوية الآن
الكلام مفصل. Dysarthria is slurred speech caused by articulation problems due to motor deficit. حكينا. Dysarthria is disturbed articulation may result from what حكينا. Lesions of the tongue, lips. مثلاً lips. يجب أن تقول حرف الباء عن طريق lips. يجب أن تقول حرف مثلاً اللام يشترك بها اللسان. إذا مشكلة في اللسان أو الشفاه أو الماوث أو ill-fitting dentures أو any problem in the neuromuscular pathways راح تعمل لنا dysarthria. بما أن العضلات إحنا قلنا كل العضلات في الجسم هي under control also of the cerebellum. Cerebellum الفانكشن main function ماله هو coordination of movements. فالموفمنتس هذه هي ما بيها شيء بس incoordinated. إذا كان أكو cerebellar dysfunction فيصير cerebellar dysarthria أيضا dysarthria تكون slow slurred similar كأنه السكران لما يحكي بالضبط لأنه الألكوهول تأثيره الأساسي هو على السيربلر. فالسيربلر بروبلم تعمل dysarthria مثل كلام السكران شون يطلعوا زين. المصل حتى تتزود من النير أكو neuromuscular junction. أهم مرض يصيب neuromuscular junction هو المايستينيا غريفيس. إذن أيضا تعمل dysarthria. Parkinson's disease هذا أيضا شغل الإكسترا بيراميدال سيستم اللي حكيناه بالمحاضرة السابقة هو coordination of movements اللي يشمل التون ويشمل tone of the muscles يشمل كثير tone of the speech ال volume of the speech. إذا لو كان عندنا إكسترا بيراميدال بروبلم مثل الباركنسون ديزيز أيضا إنتاج الكلام النهائي يكون abnormal dysarthria يكون low volume صوت واطي monotonous يعني ما مثل ما أسا إذا دحكي هون هاي الجملة راح أقول Parkinsonism may cause dysarthria لا هو يكون Parkinsonism may cause dysarthria يعني أولا low volume وبعدين monotonous لا بيصعود ولا بينزول ولا كذا. إذا بتفصيل كلام المريض لما أحكي معه راح أعرف أنه أكو مشكلة وهي قد تكون dysarthria وقد تكون dysphonia. Dysphonia الحقيقة هي the volume of the speech قوة الصوت. قوة الصوت يعني آخر درجة من الdysphonia هي الأفونيا بحيث المريض لما يحكي معك كأنه عايش يواك كأنه whispering صوته إلا تقرب إذنك يلا تسمعه مضبوط. عادة تكون due to problem in the larynx in the vocal cords. Dysphonia is loss of volume of speech عادة caused by laryngeal disorders وطبعا larynx قد يكون mechanical cause larynx نفسها بها مشكلة أو قد يكون nerves which supply the larynx are abnormal مثل vagus nerve. إذن مثلا الآن عرفنا أنه vagus nerve مثلا vagus nerve هم يسوي dysphonia وهم قبل شوية قلنا يسوي dysarthria. فنرجع على هون either vocal cord pathology as in laryngitis or damage to the vagus nerve supply to the vocal cords مثل recurrent laryngeal inability to abduct one of the vocal cords معها عادة مع هذا speech dysphonia إذا كان due to vocal cord problem يصير bovine cough ineffective cough قحة مثل صوت البوفين تعرفوها اشني. النوع الاخر من السبيتش اللي حكيناه ديسفيزيا. ديسفيزيا او افيزيا معناته الهاير سنترز بالسيريبرال هيمسفيرز هم اللي افكتد. وعرفنا انه البروكا اريا هي مسؤوله عن الموتور، مسؤوله عن الاكسبريشن انتاج الصوت. اذا اكسبريسيف موتور ديسفيزيا ريزلت فروم دامج تو بروكا اريا كاركترايزد باي وات reduced verbal output. الكلام معظمه الكلام قليل فيسمونه non-fluent غير متدفق speech. يعني السؤال اللي ممكن يجاوب عليه
بعشر كلمات إجابك بكلمة واحدة. شلونك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طبعا في كثير أشياء بعد إحنا عم نحكي مختصر مختصر دخل رجلنا على أول الطريق. فسمونا ننفلوند يعني كلمات محدودة جدا. Reduced verbal output with non-verb fluent speech. وطبعا يصير معها أخطاء قواعدية ومقطعية. بينما الكوريهنشن is intact يعني من تقول للمريض أشونك إذا ما دي قل لك زين ممكن وفهم الكلام فهم أنه سألته وقلت له أشونك فهم الكلام فممكن ما يجاوبك لأنه يعني عنده موتر أفيزيا زين شون بس يرفع عيده لفوق معناته الحمد لله معناته زين لو رفع عيده لفوق أو رفع عيده على قصته معناته على الله معناته زين فهم الكلام comprehension is intact ولكن إنتاج الكلام والكونتنت مال السبيتش هي الأبنورمال يعني الموتر بارت يعني الإكسبريشن إكسبريسيف أفيزيا أو ديسفيزيا due to بروكا area بينما إذا receptive أو sensory aphasia أو dysphasia هذه is function of Wernick اللي قلناها واجبها هي فهم الكلام فإذا there is poor comprehension يعني من تقول له أشونك للمريض أول كلمة أشونك أو يجاوبك بالبيت وإحنا هسا أحمد يعني ما فهم السؤال أشنو poor comprehension ولكن هو يقدر ينتج كلام ف although speech is fluent متدفق الكلام مو clear الكلام which may be meaningless طبعا لأنه أنت هتسأل شيء هو عيجاوب شيء آخر إذن يصبح الكلام كأنه neologism كأنه هيحكي لغة جديدة إحنا عن نسأل بمكان هو عيجاوبنا غير مكان بل أحيانا كثيرة يحكي بدون ما نسأله يحكي بس أشياء كلها مخربطة حتى في بعض الأحيان يسموها مثل الجارجون سبيتش جارجون سبيتش يعني مثل صوت الراديو الراديو ذاك الساعة تقلب قنوات بينه واحد حكى له كلمتين أخبار رأسا قلبت على قناة الأخ واحد عيغني قلبت على قناة الأخ برنامج ثقافي وهكذا جارجون سبيتش نيولوجيزم كلام غير مفهوم بينما لأنه comprehension is bad أو طبعا قد تكون global dysphasia إذا كلها رايحة expression receptive involvement of all areas الآن خلينا بس نشوف حتى بس تكمل الفائدة هل في تواصل بين الـ receptive area comprehension area of speech Wernick والـ broke area اي نعم اكو تواصل عن طريق ما يسمى arcuate fasciculus اللي هي تنقل بين الـ comprehension انت تسألوا السؤال افتهموا نقل الفهم الى هون يجاوبك صح ايضا قد تعمل dysphasia الاساس هو اذا speech area in the cerebral hemispheres هذا السبيتش disturbance of consciousness ايضا قد تجي للنيورولوجي اولا لازم نعرف نيورولوجي ولا لا لانه كثير من الميتابوليك problems ميتابوليك او organs other organs يعني renal failure يعمل disturbance of consciousness فلازم نعرف neurological ولا لا ثم تحليل ماله هل هو دائما disturbed consciousness ولا تجينه in attacks episodic ولا continuous إذا transient يعني in attacks if the patients are unaware of their symptoms ما يعرف أنه كنت تجينه نوبات فقدان وعي تأخذ الهيستوري من witness من شاهد أب أم أخت This is more valuable than a focused يعني لا تترك الهيستوري وتعمل examination فقط لأنه ما يعرف يعطي هيستوري المريض هو فاقد الوعي كان يجينا التاكسي فقد الوعي احرص على تحصيل الهيستوري من witness
Ask the witness about symptoms قبل وخلال وبعد the transient loss of consciousness. Any color changes? Did the patient lie still or move? What was the patient like immediately after? يعني بعد ما صحي من فقدان الوعي. هل صحي فجأة؟ هل بقى memory disturbance وبعد ساعة ساعتين يلا صحي كامل؟ كلها يتهمنا. أهم أمثلة على الترانزيانت لوس أوف كونشسنس هي الفيتس الإبيليبسي ولا السينكوبي. السينكوبي يمكن أختمها بالكارديولوجي بس التذكير. هل في تريجرز قبل الترانزيانت لوس أوف كونشسنس؟ فبالإبيليبسي بالسيزرز عادة ما يصير، يعني ماكو شيء مباشرة بس تريجر البيحة ما كنا أو دراكس أو كذا. هون immediately رأساً أبريد سيفير أو إيموشن أو وقف بالشمس فترة طويلة تجي السينكوبي. برودروم أيضاً فيل يحس شيء قبل الأتاك، نوزيا، تينيتاس، عيونه تتلخبط النظر وثم يقع. بالجنرالايزد فيت يصير أي برودروم، فوكال فيت يصير أحياناً. Duration of unconsciousness عادة أقصر بكثير من epilepsy، ربما تكون العفو بال epilepsy أطول. هون بس وصل الأرض، يعني إذا بيقع بالسينكوبي بس وقع وصل الأرض رجعت الفيوجن البريك يرجع consciousness. Abnormal movement أحد أكثر هون بال epilepsy من هون. Color أو سينكوبي يكون pale عادة، بينما بالسيزر يكون بلو سيانوسيس أكثر من أحيانا. وتنغ بايت هون كمان هون رير وهكذا. أو قد يجي المريض مو أتراس أوف لوس أوف كونشيسنس والآن جايك عيمشي على رجليه، يعطي هستري أوف ترانزيانت لوس أوف كونشيسنس. ممكن المريض هو الآن يجي فاقد الوعي على السريع يجي. بهذه الحالة أكو عندنا شيء اسمه غلاسكو كوما سكيل، هذا to assess grading of level of consciousness. تعتمد على أشياء معينة حتى نعرف هذا severe coma deep coma ولا لا، يعني level of consciousness مالته قريب من الطبيعي ولكنه slightly depressed. في أرقام معينة حسب Glasgow Coma Scale، ما أريد ندخل بالتفاصيل من صف ثالث، ولكن أكو كلمات نحاول نبتعد عنها رغم أنه لا زال تستعمل في المستشفى بالكيسات من نحكيها، اللي هي هذه الكلمات اللي هي أيضا حقيقة level of consciousness يقاس بها، بس القياس الصحيح يجب أن تكون عن طريق Glasgow Coma Scale. مثلا drowsiness، نقول هذا المريض drowsy، احنا كلنا في نهاية محاضرة مزعجة نكون دراوزي، ساعة 11-12 بالليل نكون دراوزي، يعني واحد ما هو نايم ولا هو صاحي 100%، عيغفي منعس بحيث إذا بس ندق الجرس يصحى راسه، أحد عمل أي حركة المذيع صوته عالي سمع راسه ويصحى، هذا الدراوزي. الأسوأ منه ستيوبر ستيت أو ستيوبرس ستيت، هذا يحتاج فيجرس ستيميليشن حتى يصحى، يعني مو بس صوت جرس أو ما شابه أو كذا، لا شيء أقوى. confused أيضا disturbed level of consciousness، ولكنه يكون معها عادة memory disturbance disorientation، كل هاي كلمات ما يخذيها أنت. Concentration is bad وهكذا. Delirium state أو أقول على المريض هذا delirious، هذه confused بس معها agitation، يعني هو وعيه ملخبط ولكنه يتحرك كثير، حرك يديه حرك رأسه ويقوم يتمدد يقعد. Delirium طبعا هذه درجة أفضل من هذه، هذه أفضل من هاي وهذه أفضل من هاي. أما آخر مرحلة هي الديب كوما
أو unconscious. هذه كله ملخبط. زين. عندنا شيء اسمه موت ميموري ديستربنس. ايضا المريض قد يجي او يجيبونه اهله انه دكتور ذاكرته ملخبطه. طب جينا على النيورولوجي باختصار شديد نسميها امنيزيا، يعني لوس اوف ميموري. قد تكون ايضا اشقص له والميموري ماله ملخبطه، دكتور صار وخمس دقائق ورجع طبيعي. هذه ترانزيان جلوبال أمنيزيا، هذا مصطلح موجود بالنيورولوجي وعلينه كوزز وعلينه انفستيجيشن وعلينه كذا. أو قد ريزيستنت أمنيزيا، يعني صار له دكتور والله صار له ست شهور أو سنة متعبنا بالذاكرة ملخبطة، يأكل ويقول ما أكلته، يصلي ويرجع يصلي مرة الأخ، يجي ابنه ما يعرفه. زين ماكو تحسن لمدة أسبوع؟ لا دكتور، أسبوع على أسبوع أول ما يقودنا بالتفكير إلى ألزهايمر ديزيز مثلا اللي سامعين به. هون ما جبنا أسباب لأنه بعدنا بالثالث، بس هون أكيد أنت تعرف شيء اسمه ألزهايمر ديزيز. إذن كل هاي الأشياء نسأل عليها بالهستري، نسأل بالديتيلز مالها، موجودة باليمين باليسار باليد بالرجل، الكلام الإحساس الحركة الألم هديك أي بين نيوروباثيك بين بين يشعر به برجله ولا يوجد بروبلم. كل هاي نقدر نستنتجها بالهستري مالنا. زين الآن أعتقد راح نخلص. هذيك الأعراض نيورولوجيكال إذا مو 100% فعلى الأقل 95% هي أشياء اللي عدينا، ولكن في سيمتمز أخرى يجب لما نحكي عن كيس نيورولوجيكال نضمنها بالهيستوري اوف بريزنت إلنس، نقول موجوده ولا نو ما موجوده. يعني الفيجن ممكن يكون السبب بالعين او بالاعصاب مال العين، فاذا لما المريض يقول صار عندي ديمنس اوف فيجن يعني فيجوال اكريتي قلت، قد يكون النيرفز اوف ذا اوف فيجن، فاذا نسال عنه. دبل فيجن قد تكون نيورولوجيكال وليس اوفثالمولوجيكال، ليس مرض عيون. دبل فيجن، الفيجوال اكيوتي قليله، او بلايندنس قد تكون نيورولوجيكال، العصا ما شغال اذا ما يشوف المريض، اذا فيجن. هيرينج قد تكون سبب الاذن وقد يكون بعصب الاذن او بالسنترز كما قلنا مثلا الاوديتوري اريا بالتيمبورال لوب. البلع يحتاج يعني very good neurological function of the tongue, pharynx, والإسفيغس. كلش لازم يكون coordinated حتى نبلع مضبوط. وقد يكون problem in the esophagus, CA esophagus, تعمل dysphagia. حقيقة ما تقول ربما عدكم بماكلود بغيره مشهورة مقولة أن السوالوين كما هو المتوقع بال organic problems يعني problem بالإسفيغس أو pharynx problem هناك، عادة يكون المريض dysphagia عنده يعني صعوبة بلع for solid food ولكنه fluid يمشي أسرع. بالneurological dysphagia تكون العكس، يكون dysphagia for fluid for water يعني أصعب من dysphagia for solid. مشهورة جدا لازم واحد يتذكرها. أو symptoms الأخرى هي السفنكتر يعني bladder or the anal، فالretention of urine أو بالعكس incontinence of urine قد تكون problem بالurinary system وقد تكون نتيجة النيرف which supply the bladder. وكذلك السكسوال ديسفونكشن يعني الإريكتايل ديسفونكشن
قد يكون مشكلة بالفيزلز، مشكلة بشيء آخر هرمونز، وقد تكون مشكلة بالنيرف ودي عند النيرف مثلا أو سباينال كورد بروبلم. إذن هاي السيمتومز نسأل عليها موجودة، قد تكون نيورولوجيكال أو لا، ما موجودة يجب أن نقول عليها نو 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 نو. أعتقد خلصنا، خلصنا الحقيقة. إحنا كان على أساس أقوى محاضرة أخرى ثالثة اللي هي أهمنا حتى نخلي رجلنا على أول الطريق، وقد تحتاج مننا فقط to look to the patient نقدر نعرف الجيت ماله نورمال ولا لا، ففي تفاصيل وانفولنتري موفمنت تريمر وغيره ايضا، بس ندحق على المريض نقدر نعرفها، بس ما نعرف نعطيها ولا لا تلغى. فهذا ما عدنا ونشكركم.